مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية. اليوم حتكون الحلقة الثانية عن موضوع السكان الأصليين. الحلقة الأولى كانت أكثر من رائعة، كان في إقبال شديد من المشاهدين، وأيضا كان في أسئلة كتير وإجابات حاولنا نجاوب عن بعضها في الحلقة الأولى، بس اختصرنا التعريف بالسكان الأصليين و بعض التقسيمات للسكان الأصليين، متى نستخدم كلمة الهنود، وحكينا إنه هم مش الهنود الحمر، ومتى ما نستخدمها. وحنتكلم اليوم بالتفصيل عن أمور أكثر بهذا الموضوع، لكن في البداية طبعا بدي أرحب بالبانل اللي معنا، الأستاذ حسن غية. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. أهلا وسهلا بكم وبحياة المشاهدين والمستمعين. دكتور نور القادر، مساك الله بالخير. أسعد الله مساءكم دكتور جمال ودكتور هشام وأستاذ حسن وجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا دكتور هشام قدومي، أنا بدي أرحب فيك وبدي أعطيك المنبر عشان تحكي بعض الأخبار اللي كنت بدك تحكي لنا عنها. أيوة، هي بس طبعا زي ما تعودنا دائما أول الحلقة نحكي شوية أخبار، الأخبار الساخنة. فعندنا ثلاث أخبار السريعة اليوم. أول شيء طبعا تم تمديد إغلاق الحدود الكندية الأمريكية لغاية 21 مارس، مع مارش أو اللي هو آذار، صح؟ مارس آذار. نعم. أيوة، فتم تمديد إغلاق ل 21 مارس آذار، ومع إمكانية تمديدها لقدام، يعني 21 بس قالوا إذا بتستمر الأوضاع ممكن يمددوها. وعرفنا انه ترودو التقى بالرئيس الامريكي بايدن، كان المفروض اعتقد يجي بس عشان الظروف عملوها فيرتشوال. نحن بنعرف انه عاده زيارات اول الرئيس الامريكي او المنتخب، اول شغله بيزور، اول بلد بيزورها هي كندا، باستثناء الرئيس ترامب اللي ما كانت اول زياره له لكندا. لكن بالعاده اي رئيس امريكي اول بلد بيزورها خارجيا بكندا، بس بسبب ظروف كورونا ما إجا، فالتقوا فيرتشولي عن طريق الإنترنت. الخبر الثالث والأخير، وهو يمكن أكثر خبر أزعجني في الموضوع في كل هالأخبار، إنه الشرطة هلأ حاليا شرطة نياجرا بتحقق في تهديدات بالقتل، يعني وصلت لمسؤول الصحة في منطقة نياجرا اللي هو أعتقد اسمه مصطفى هيرجي أو هايرجي، عارف كيف بيقول هيرجي. طبعا التهديدات وصلت لي بسبب بس انه هو قال رايه الشخصي انه عن الحاله، ونصح ب يعني بتمديد التشديدات او الاجراءات المشدده، يعني كلام عادي، كلام طبي، وما له ما كان له علاقه مثلا في انه ياثر سياسي، وما لهش، هو بس مسؤول صحي. لكن للاسف اجت تهديدات عن طريق الفيسبوك وعن طريق السوشيال ميديا، وتم نشر بعضها، والشرطه هلا بتحقق في الموضوع. هاي كانت اخبار الاخبار على السريعه. بس انا حابب قبل ما نبلش في موضوعنا الرئيسي نشوف اذا الاستاذ حسن والدكتور نور عندكم تعليقات، بالذات الخبر يعني الاخراني، لانه كثير اعتقد انه ممكن كثير خبر مزعج. يعني انا كشخص اللي عايش زمان في كندا، ما عمرنا كانت هاي الطريقة اللي نحن بنحكي فيها. نعرف انه هاي الشغلات بتصير في امريكا، بس مش هيك احنا الكنديين، مش عادتنا هيك نسوي خلافاتنا او النقاش بيننا يكون بهذا الشكل. فشو رأيك؟ اول شيء نبدأ بالاستاذ حسن وبعدين دكتور نور. طبعا انا اشاركك انزعاجك من الموضوع، ولكن لا اشاركك ان تقول ان هذا امر جديد. ليس بامر جديد، يعني الجديد في الموضوع أن الآن بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح كل ما يحصل يعرف من قبل الجميع، وهذا أمر يجب ألا نتغاضى عنه ولا بشكل من الأشكال. يعني أن يحاسب المسؤول في الحكومة أو في أي دائرة أو حتى في أي شركة بسبب انتمائه الإثني أو أصوله الإثنية أو انتمائه الديني أو لغته أو لون بشرته، فهذا أمر مرفوض، ويجب ليس فقط أن يكون مرفوض من قبلنا نحن، ويجب أن يكون مرفوضا من قبل المجتمع الكندي ككل. لذلك آن الأوان لأن نفضح هذه الممارسات
ولأن تكون واضحة للجميع وألا نسكت. الرجل تحدث، أنا أقول لك بصراحة أنا لا أعرف الرجل، ولكنه خبير في شؤون الصحة وتكلم بمجال اختصاصه. إذا كان هنالك من يعارض الرأي الذي طرحه هذا الدكتور فليناقشه برأيه، فليأتي خبراء صحة آخرون يناقشوا. أما أن تأتي تهديدات وعلى ما يبدو هذه الذي الدافع هو دافع عنصري، فهذا أمر مرفوض ويجب أن يكون أمر غير قانوني ومعارض للقانون، ويجب أن يحاسب فاعله أولا ليحاسبوا، وثانيا لإعطاء الدرس للآخرين. دكتور نور يعني هذا الموضوع ليس بجديد، يعني ينضوي تحت العنصرية الممنهجة، ولا يعني استغرب هذا الشيء. في بداية أزمة أو جائحة الكورونا كنا رأينا يعني أحد المرشحين لزعامة الحزب المحافظين ديريك سلون اللي هو نائب في البرلمان كان تهجم على دكتور تام اللي هي المسؤولة الصحية الأولى في كندا، وحتى يعني أثار انزعاج كثير من النواب في حزب المحافظين وطالبوه بالاعتذار منها، وأنه جميع الاعتراضات عليها كانت من منظار عنصري بحت، وهذا من نائب، فما بالك من أناس على من عامة الشعب، ولم يظهروا يعني هذه العنصرية إلا من قبيل التهديد على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الظاهرة لن تزول بسرعة، ستأخذ الكثير من الوقت، ولكن علينا نحن كجاليات تحت المجهر أن نقف سد منيعا أمام هذه المشاكل. أن جاءت إن جاءت من رئيس مجلس وزراء حتى القاع، علينا أن ننتقد وأن نجابه، وأن لا ندع هذه الأمور تصبح شأنا عاما يحكى به. أنا بس حابب قبل ما نكمل الموضوع، أنا ما قلتش إن الموضوع جديد، إحنا عارفين، والدكتور تام برضو توجه لها، بس الشرطة ما دخلت في التحقيق. يعني الجديد في الموضوع الشرطة دخلت في التحقيق، لأنه بعض حسب ما أنا قرأت برضو التهديدات اللي وصلت للدكتور مصطفى فيها تفاصيل، يعني كانوا يقولوا له كيف بدنا، يعني هذا كان عنيف جدا. كثير من المسؤولين السياسيين بتوجه لهم دائما هاي الأشياء، بقولوا لهم روحوا أو موتوا أو something، والشرطة بتطلعش لأنه كلام فاضي. بس هاي التهديدات يعني واضح إنه اولا المهددين كان في عندهم دوافع عنيفه، وواضح انه في دوافع عنصريه، لانه في ناس وصلت بالتهديدات على ايش راح تعمل فيه او كيف راح، يعني بدناش نقول التفاصيل البشعه، بس كان في تفاصيل، ولذلك الشرطه اتدخلت لانه كثير كانت عنيفه ومفصله بشكل، يعني كثير انا من شخصي اشخاص ازعجني برضه كلام الدكتور تام واتهامها بانها جاسوسه صينيه، وبرضه هذه اتهام اكيد عنصري. بس اللي صار مع الدكتور مصطفى مش بس التهديد، التفاصيل اللي كانت شنيعة ومفصلة. فمش عارف دكتور جمال إذا حابب تحكي ولا ندخل في الموضوع. يعني أعتقد أنكم كفيت ووفيتوا في الموضوع، أنا أتوقع أنه الوقت أنه ندخل في موضوع حلقتنا ما عندكم. تفضل أستاذ حسن. برأيي في ظاهرة مهمة جدا، أبناء الجاليات المغتربة والإثنية، يعني الطب والصيدلة والقطاع الصحي بشكل عام، يعني هنالك الكثير من أبناء جالياتنا في هذا القطاع، ونحن نراهم اليوم، يعني عندما تفتح شاشة التلفاز سي تي في أو سي بي سي، في أغلب الأحيان يكون الطبيب الذي يتكلم عن مواضيع مهمة، يعني ليست في نياجارا فقط. اليوم يعني سي تي في يعتمدون عبدو شرقاوي مثلا كطبيب من أصول عربية، هنالك أطباء من أصول هندية، وهم موجودون في الساحة بشكل أكثر من السابق
على عكس ما كنا نرى في وسائل الإعلام. يعني وسائل الإعلام وسيلة إعلامية مثل السي بي سي احتفلت كثيرا بأنه أعطت برنامجا لامرأة محجبة وكان الموضوع عجنة كبيرة، لأننا لا نرى هذا الشيء. الإعلام يسيطر عليه في أغلب الأحيان فئات من العام من المينستريم، وأن الفئات الأخرى من الراشلايز كنديانز والإنديجينس هم غير ممثلين بشكل جدي. في القطاع الطبي اليوم هذه الجاليات موجودة بشكل كبير ولا يمكن أن يخفى صوتها، وهذه ليست في كندا فقط، في أماكن كثيرة من العالم صرنا نرى أبناء الجاليات الإثنية يظهرون، بالأخص أنه الجندي الأول أصبح في هذه الجائحة هو الطبيب أو أي عامل في القطاع الصحي. نعم، تفضل أستاذ حسن. سأنتهز هذه الفرصة لأذكر جميع المشاهدين، طبعا بما أننا نتكلم باللغة العربية نتكلم مع أبناء الجالية العربية وعلى الأقل من يتحدثون العربية، ولكن هذه الرسالة التي أقولها بكل اللغات التي أعرفها لكل المنتمين للأقليات في أي وقت. أخي العزيز، عفوا لو أطعتك أخ حسن. نعم، الأخ حسن بيعرفش يحكي إلا 7 لغات بس. شكرا. ولكن بما أننا نتحدث بالعربية أوجه هذا الكلام لإخوتي وأخواتي من أصول عربية، رجاء كل من يتعرض لتمييز أو لاعتداء سواء جسدي أو لفظي أو نفسي أو أي شيء أن يتوجه للسلطات المختصة. نحن في بلد قانون، نحن في بلد حريات، ولكن الحرية تؤخذ ولا تعطى. يعني في كثير من الأحيان عندما كنا نناقش المسؤولين ونناقش الشرطة لنحتاج على وجود العنصرية أو وجود الإسلاموفوبيا، كان يقال لنا أن الإحصائيات لا تدل على هذا. والسبب أن الكثيرين من إخوتنا وأخواتنا عندما يتعرضون للاضطهاد أو للتمييز أو أي شيء لا يذهبون ولا يحتجون لسببين. أولاً، كثيرون منا أتينا من بلاد الشرطي والقاضي والسياسي هو حليف النظام المضطهد، وبالتالي يخافون أن يكون كما يقولون باللغة العربية اللبنانية حاميها حراميها، يعني فلذلك لا يذهبون ولا يقدمون دعاوى ضده للناس. يجب أن ينتهي هذا العهد. يجب إذا لم نرفع أصابعنا، إذا لم نصرح بما نتعرض له، لن يحاول أحد مساعدتنا. المساعدة تبدأ من أنفسنا نحن. فرجاء كل من يتعرض لهذه الممارسات الغير إنسانية وغير قانونية أن يتحرك. وشكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. طبعا هذا شيء مهم جدا. اليوم سنكمل حديثنا في الحلقة الثانية، وقد يكون لنا عدة حلقات لأن الموضوع شائك وكبير جدا، موضوع السكان الأصليين، ويجب علينا هذا واجب علينا أنه نفهمه أو نعرفه قدر المستطاع حتى نعرف ماذا مع من نعيش وكيف نعيش معهم. السكان الأصليين تكلمنا زي ما حكينا في الحلقة الماضية عن جزء كبير من هذه القضية، من هم السكان الأصليين، ما هم أقسامهم، لكن في كل جزء كنا نرجع إلى موضوع الإنديان أكت أو القانون الهندي لو ترجمناه باللغة العربية. فقررنا أنه نبدأ في هذه الحلقة بتعريف الإنديان أكت لأنه هو أهم شيء يمكن نبني عليه كلامنا. فأرجو من الأستاذ حسن يبدأ في هذا الموضوع، ثم سننتقل للدكتور نور إذا عنده إضافة. نبدأ. طبعا هذا هو قانون الشؤون الهندية. نبدأ أولا، اسمه بحد ذاته يدل على مدى جهل أو على الأقل احتقار السكان الأصليين أن يسموا باسم الهنود، وهذا هم ما هم يرفضوه، وهو لا يعبر عن الواقع أصلا. أولا، له جذور تاريخية. أول بدأ في عام 1763 الإعلان الملكي عندما انتصرت بريطانيا على فرنسا في حرب 7 سنوات،
كان هذا الإعلان 1763 لينظم المستعمرات الفرنسية السابقة في أمريكا الشمالية والعلاقة مع السكان الأصليين. بعد ذلك كان هنالك لهذا الإعلان تعديلات، وأتى إعلان وجود كندا عام 1867، وبعدها كان إعلان 1876 القانون الذي نعرفه الآن باسم إنديان أكت أو القانون الشؤون الهندية. خلاصة هذا القانون هو طبعا لتنظيم العلاقة ما بين السكان الأصليين والحكومة والسلطات الكندية أو المجتمع الكندي. هو بدأ تحت رعاية بريطانيا أصلا كما قلنا، يعني عام 1700 كان تحت التاج البريطاني، ولكن فشيئا فشيئا مع استقلال كندا، مع إعلان الاتحاد الكندي وكان لا يزال كمستعمرة عام 1867، تحولت العلاقة إلى الحكومة الكندية. وإذا لخصنا هذا النظام، هذا القانون يتعامل مع السكان الأصليين بطريقة وكأنهم أطفال أو وكأنهم تحت الوصاية، وطبعا ينظم العلاقة بينهم. مثلا في هذا القانون والتعديلات التي جرى عليه تعديلات، هو صوت عليه 1973 اتصور او 76 1876 وجرت عليه تعديلات، كان الاهم بها عام 1985 بعد التصويت على شرعة الحقوق الكندية في عام 1982، صوت أو على تم إقرار شرعة الحقوق والحريات الكندية، وكنتيجة لهذا عام 1985 جرى تعديل جذري على قانون الشؤون الهندية. ولكن حتى ذلك الوقت كان لا يزال السكان الأصليون يطلق عليهم الهنود. بدأت يعني لن أتحدث عن كل تعديل بالتفصيل، ولكن بشكل عام كانت الأمور تتطور شيئا فشيئا. في البداية كان التعريف، يعني لم يعطى السكان الأصليون الحق بتعريف أنفسهم، كانت الحكومة السلطات الكندية هي التي تعرف من هو الإنسان من السكان الأصليين أو الذي كان يسمونه هنديا. لا أريد استعمال هذه الكلمة، ولكن حسب القانون كان يعرف من هو الهندي، وكان بتعريفهم الهندي هو الذي هندي بالدم أو من خلال الوراثة، ولكن إذا أو ويقيم في المنطقة أو المحمية الهندية. كان هنالك محاولة قانونية، يعني عن طريق القانون، بتجريد السكان الأصليين من انتمائهم الإثني أو القومي أو الوطني الذي شئنا، شيئا فشيئا، عبر الاستيعاب. يعني كان مثلا من يحصل على شهادة جامعية يخسر تلقائيا هويته الهندية، المرأة إذا تزوجت من شخص غير هندي تخسر وظيفة الهندية، إذا إنسان عمل بوظائف معينة كمحامي أو كطبيب أو ككاهن أو كي شيء يخسر انتماءه الهندي. كانت تشجع الحكومة، تشجع الهنود يعني أنا أستعمل كلمة هنود ليس لأنني أريد استعمالها، ولكن هذا هو التعبير الذي كان في القانون، أريد أن أذكر بهذا. كان مهمة القانون هو تحضير، يعني تحضير قصدي أن يجعلوا السكان الأصليين أو الهنود متحضرين civilized. حتى كان فيما بعض كان يطلق عليهم اسم المتوحشون savages. وكان كل التعليقات وفي القانون أن الهدف من القانون هو مساعدة هؤلاء السكان الأصليين الأخذ بأيديهم نحو الحضارة ونحو الاندماج في المجتمع الكندي. مثلا من المجتمع الكندي إذا أراد أي من السكان الأصليين أن يحصل على الجنسية الكندية يجب أن يتخلى عن انتمائه لقبيلته أو انتمائه لأصوله. كان بعض التعديلات
التي أتت فيما بعد، منعهم من لباسهم التقليدي، منعهم من الاحتفالات التقليدية، حتى مثلا حيازة الكحول أو استعمال الكحول، لا لأنني أشجع استعمال الكحول تعرفون، ولكن بأنه كان مسموحا للآخرين، ولكن بالنسبة لي هذه الطبقة من الناس كان ممنوعا لأنهم غير مسؤولين. حصل التعديل الأساسي كما قلنا في التعديل 1985، شيئا فشيئا بدأت كندا تبتعد عن التعريفات العنصرية السابقة وعن محاولة الاستعمار أو حتى الإبادة الثقافية إذا شئنا، وهذا الأمر لا يزال مستمر. كان حتى باب 2016 لجنة من مجلس الشيوخ لدراسة الموضوع وإعطاء بعض الحقوق للسكان الأصليين، هذا من ناحية القانون. ولكن من ناحية الممارسات، يعني صح القانون بحد ذاته قانون مشحف كما رأينا، ومش يهدف إلى الإبادة الثقافية إذا شئنا، ولكن والاستيعاب، ولكن إضافة لذلك كانت الممارسات مثلا كانوا يجبر يأخذون الأطفال يضعون في مدارس داخلية. عن هاي الممارسات والمشاكل اللي سواها. أوكي. خلينا نتكلم بس بالقانون دكتور. خلاصة الحديث هذا هو القانون بشكل عام، ولكن خلال الحديث عن الممارسات قد نتطرق لبعض التفاصيل التي لم أتحدث بها الآن لحتى لنفسح المجال لأن الوقت يمر بسرعة. نعم دكتور نور تفضل. يعني السرد القانوني والتاريخي اللي سرد الأستاذ حسن مهم جدا. كان السكان الأصليين يعاملون بدرجة ثالثة ورابعة في كندا، وهذا كان القانون كان يقونن هذه المعاملة في كل سلبياتها. يعني انه نحن يعني اليوم او منذ يومين الحكومه الكنديه قامت بقانون جديد بالنسبه للسجون، وكان الهدف من وراءه انه السكان الاصليين والسود والناس من اثنيات اخرى موجودون في السجون بأعداد كبيرة، وهذا الموضوع هو جزء من خطة الحكومة للتخفيف من العنصرية الممنهجة. يعني هو اعتراف باطني من الحكومة بأن العنصرية الممنهجة هي مقوننة أيضا، وهذه العنصرية ضد السكان الأصليين كانت مقوننة وممنهجة من خلال الإنجن أكت. يعني إذا تتكلم مع أي حدا من الأسامبلي أوف فيرست نيشنز أو من رؤساء المؤسسات من السكان الأصليين بيقول لك أنه طول عمرهم عاشوا بمحاربة الإنديان أكت اللي كان هو قانون عنصري بحت في جميع الأحوال، حتى يعني من ناحية نور كما كنا حتى من ناحية الاسم. نعم. اسم قانون هندي وهم ليسوا هنود. صح، يعني من البداية من الاسم، حتى يعني هنالك وزارة موجودة في كندا، وهذه الوزارة يعني هي Ministry of Indian Affairs. يعني الجدير بالذكر أنه مؤخرا يعني حتى عندما قامت رودو بتعيين أول وزيرة للعدل من أصول من السكان الأصليين جودي ويلسون ريبولد، كان الموضوع أنه ممكن أنه يغيروا هذا القانون أولا، وعندما جاء التعديل الوزاري الأول على خلفية الأسنسي لابنان سكاندل بإزاحتها من مكانها، عينت وزيرة للإنديان وكان طرح عليها انه طرح عليها الباترن افيرز، طرح عليها انها تكون وزيره للانديان افيرز، وقالت انه يعني مستحيل ذلك ان يكون لانه حاربت كل عمري انا واهلي وكل
أصدقائي وكل السكان الأصليين ضد الإنديان أكت، ولا يمكن أن أكون وزيرة لتطبيق الإنديان أكت. يعني نحن مهمتنا أن نغير هذا القانون العنصري. إذا أردنا أن ننطلق إلى السياسة وما قاله الأستاذ حسن بموضوع يعني مواضيع بسيطة، طرح موضوع الكحول، بس أهم من ذلك يعني sovereignty أو السيادة على المناطق التي يقطنها السكان الأصليين. يعني اليوم لأسباب، يعني عندما تبدأ الاحتفالات يقولوا لك أنه نحن on unceded territory، أنه هيدي الأرض هي أرض ملك السكان الأصليين، والسكان الأصليين لن يتخلوا عنها، يعني حتى لا بمعاهدة فرضت أو معاهدة لن تفرض، إن كانت من الألغونكوينز أو المستساغا كريديتس أو الأنشنابيز أو أي من السكان الأصليين الموجودين في كندا من الكوست تو كوست تو كوست، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية لهم امتدادات. السكان الأصليين صار في هنالك تعدي من خلال الإنديان أكت على حقوقهم بحماية الأراضي، يعني هم يتبعون يريدون أن يكون لديهم قانون خاص إن للمعاقبة أو للجريمة، أو لأنه لديهم طقوسهم وتقاليدهم حرموا منها. في يعني أنت تربي الأولاد على شريعة معينة موجودة وتقول لهم هذا قانون العقاب وهذا قانون الثواب، القوانين الكندية حرمتهم من هذه التطبيقات. ومع الوقت يعني التبريرات قديما والآن ما نراه في السياسة، يعني من إنزال تمثال لأول رئيس وزراء كندي ماكدونالد لأنه هو كان مسؤول عن الريزيدنشال سكولز، وهو قطف السكان الأصليين من أهلهم للذهاب بهم إلى المدارس، كان الموضوع أنه هم متوحشون ونحن نحاول أن نساعدهم على أن يكونوا حضاريين. إيرون أوتول اللي هو كان اللي هو رئيس حزب المحافظين الآن، كان بأحد الخطابات مؤخراً ل يعني closed circle للمحافظين فقط، يقول أنه هو عنده الأجوبة ضد ترودو، أنه أكثر مش ماكدونالد اللي كان أكثر واحد عنصري ضد السكان الأصليين، لا بل والده بيير إليوت ترودو. وهو إذا نظرت على تسلسل حسب ما طرحه الأستاذ حسن في البداية بالقانون، القانون عنصري من أساسه، وكل التعديلات التي جاءت كانت يعني تغير أشياء بسيطة به، ولكن الجوهر لا يزال عنصريا في هذا القانون. حتى أن الآن يعني كندا، ويتبجح الكثيرون بأنه مثلا كندا بتصنيف للأمم المتحدة جاءت هي أفضل دولة في العالم أو ثاني أفضل دولة في العالم أو ثالث أفضل دولة للعيش في العالم، إذا أخذت السكان الأصليين يأتي الترتيب 63، يعني من 1 و2 و3 إلى 63. يعني نحن نعيش الآن في القرن 21، قال أنه بعد أكثر من 54 مجموعة من السكان الأصليين يعيشون تحت boiled water advisory، يعني لا يوجد مياه الشفاء لديهم. نعم، هذه المشاكل حنناقشها دكتور نور، لأنه هي كثيرة للأسف. وانت قلت المي في عندهم، السل اختفى في تقريبا كل العالم، ولكنه ما زال في كندا في المناطق الشمالية، حنتكلم عنها. تفضل دكتور. تعليق بسيط جدا ولكنه بغاية الأهمية. الأبرتهايد، نظام الفصل العنصري في أفريقيا الجنوبية، والذي تمت محاربته وتم القضاء عليه، وكان من المساهمين في القضاء عليه براين موروني رئيس وزراء كندا، وكان وقتها رئيس عن حزب المحافظين التقدميين. نظام الفصل العنصري، قلائل الذين يعرفون هذه الحقيقة التاريخية،
كان نسخة عن قانون القوانين الأمير الكندية، أتى وفد من إفريقيا الجنوبية من العنصريين البيض في إفريقيا الجنوبية، ودرسوا القوانين الكندية للفصل العنصري ما بين السكان الأصليين والكنديين، وأخذوا هذا القانون عنا نحن. صحيح. يعني حقيقة تاريخية، ولكن الآن ليس كما قلت ليست معروفة من قبل الكثيرين. نتحدث عن دور كندا في تحرير في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهذا واقع، ولكن الواقع الآخر أننا كنا وما زلنا من الذين ساهموا بولادة هذا النظام في جنوب أفريقيا. دكتور نون قصده وما زلنا في مكان آخر. أنا عارف. مكان آخر. في كندا. دكتور هشام عندك أي استفسار عن الموضوع؟ لا أنا بس حابب أقول شغلة، يعني الأستاذ حسن والدكتور نور كفوا وفوا، بس في شغلة أنا يعني صدمتني من الإنديان أكت لما قريت عنها، إنك أنت ممكن زي ما قال الأستاذ حسن إنه بتفقد بسهولة، بتفقد زي ما بقول الستاتوس أو الإنديان ستاتوس بسموها بالزواج أو something، بس في شغلة صدمتني اللي بسموها الانفرانشايزمنت، إنه إذا أنت هذه كانت لغاية 1960 بس عشان نقول إنه ما مش موجودة لهلأ، إنه إذا كنت بدك تصوت بانتخابات فيدرالية مش انتخابات provincial، كنت لازم تتنازل عن الانديان ستاتس حتى تنتخب. مش بس هيك، إذا 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 تنازلت أولادك ومرتك زوجتك بيفقدوا الستاتس هاي، يعني أنت مش عم تتنازل عشان تصوت بس لفدرالية، بدك تتنازل عن الستاتس تبعتك، وفي هيك بتفقدها أولادك، يعني عيلتك من بعدك كلها بتفقدها، which is برجع على يمكن الكلام الأستاذ نور إنه تقليل الناس اللي عندهم هاي الستاتس بخليهم ما لهمش حق في الأراضي، مطالبة في أراضيهم، المطالبة في أي شيء. فأعتقد إنه كان هاي الأشياء كانت موجهة جدا، يعني للأسف بدي أقول بذكاء خبيث، إنه أوكي أنت بتصوت في البروفنس تبعتك عادي، بس بدك تصوت فيدرال أنت وعيلتك كلها بتفقدوا، منشان بعدين ما يجي حدا يطالب في الأراضي هاي ونضطر نعمل تريتيز ونضطر نعمل إشي. فيعني أنا بس تعليقا إنه هاي من الأشياء اللي صدمتني، يعني أنا قلت يمكن أوكي زواج من واحد أجنبي غيره، بس أنت وعيلتك كلياتكم من أصول إنديجينس وبتفقدها بس عشان بدك أنت وعيلتك عشان بس بدك تصوت فيدرال. فإيوز بصراحة كان كتير صادم. هذا ما أشرت إليه عندما استعملت كلمة إبادة ثقافية وأعنيها. حتى كثير من المحللين وحتى لجنة التحقيق من قبل مجلس الشيوخ استعملوا هذه الكلمة الإبادة. أنا مش بس موضوع الإبادة، أنا عارف إنه الإبادة، أنا بس بقول إنه كمان دكتور هشام، أنا لا أقصد الإبادة الجسدية كما حصلت في البداية الثقافية، أنا عارف، أنا بقولش على الإبادة الثقافية أو الهاي، أنا بقول إنها كمان كانت من ضمن خطة لإفقاد أكثر عدد من الناس الستاتس كبوليتيكلي، يعني كسياسة، عشان ما يكون في أعداد كبيرة من هدول تيجي تقول إحنا بدنا نطالب بأراضي، بقول له أنت ما إلك أرض ولا ما عندك ستاتس، ما عندك إنديان ستاتس زيك زي غيرك. فشوف لوين يعني الخطة الشريرة، أنا بقول اللي كانت ضد هدول. طبعا عشان برضو نوضح إنه هذا القانون راح من 1960، بس 1960 كانت يعني أول امبارح، مش من زمان كتير. احنا فينا بعض الأسئلة من الجمهور حنرجع لها في نهاية اللقاء، حنعطي آخر 10-15 دقيقة، بس ده سأل الدكتور نور، في الانتخابات الماضية ماكسيم برنيه كان أحد المرشحين للانتخابات عن حزبه The People Party، وكان من أحد أساسات في برنامجه هو تغيير الانديان أكت أو الاسم. فلو تحكي لنا شوية، هل في أحزاب تانية كانت برضو بتحاول انها تغير ام لا؟ يعني ما طرحه السيد ماكسيم برنيه هو جميل من الخارج، انه كان هو ضد انه المالتي كالتشرال جروبس والابوريجينال انه يتعاملوا معاملة خاصة، انه بالنسبة له الكنديين لازم يكونوا سواسية امام القانون، وانه ما نتكلم عنه. ولكن طرح في خلفية عنصرية يعني أقوى من الموجودة، أنه
إذا كان في هنالك من أمور ستحسن الوضع الحالي فنحن ضد هذا التحسن ونريد أن يكون ستاتوس كو، إنه في سيطرة كاملة موجودة في البلد، مثل ما نقول إنه نحن والله في قوي وضعيف وإنه نحن ما عاد بدنا نحكم بيناتهم، اتركهم هن يعالجوا أمورهم، فبالطبع القوي سيأكل الضعيف. وهذه هي الخلفية التي طرح من خلالها السيد ماكسيم بارنيه الأيديولوجيا بتاع حزبه، واللي هي موضوع إلغاء المالتيكالتشراليزم والإنديان أكت، والخلفية إيجابية لكن الباطن هو أسوأ من الظاهر. يعني كما يقولون كلمة حق أريد بها باطل. نعم. اختصار واضح. إذن لم تكن فعليا هي المطلوب حسب أبدا. يعني لو كان أتى ببرنامج كامل وممنهج في هذا المضمار يمكنك أن تعطيه يعني حسن الظن، لكن بكل ممارساته لم يعطي نفسه هذا الحسن. يعني هو البيبلز بارتي اوف كندا اساسا، يعني هو حزب يعد حزب متطرف، وفكرتهم كل سوري استاذ حسن بس كم نقطه، لان اللي فهمته من الكلام اللي حكاه او من مش بس عشان الانديان اكت، هو بده يعمل ثقافه موحده لكل الكنديين، ينسينا كلنا اللي جايين من ثقافات مختلفه، ايش يعمل ثقافه موحده، هي ظاهره انه خلينا كلنا نكون شعب واحد وثقافه واحده، بس احنا عارفين انه لما يكون في بلد زي هاي بثقافة غالبة وثقافات ماينوريتيز اللي حيروح عليها الثقافات الماينوريتيز، فكأنه عم يمسح هويات وثقافات الناس التانيين، بس بطريقة انه احنا ما رح نعملها إبادة ثقافية، بس خلينا ندمج الثقافات في بعض. يعني هي اعتقد انه دكتور نور انت عندك الميوت مش عسامينا، بس اعتقد انه يعني زي ما بقولها وين دانك يا جحا، انا من اول اشي كنا بنحكي في الإبادة بالغصب، هلأ بنقول نوحدها ونعطيها للناس بلقمها هيك شوي شوي من شان هم يصيروا يلغوا ثقافتهم بنفسهم ويعني ينضمحلوا في ضمن الثقافة الأغلبية. أنا هاي اللي فهمته من الكلام، يعني لا كان فهمك صحيحا دكتور هشام، ويحكم على جزئيات الخطاب من عموميات الخطاب كما تفضلت. هذا حزب هو لماذا انفصل عن حزب المحافظين؟ الجميع يعرف أن حزب المحافظين على اليمين من الساحة الكندية، وبيرنيه انسحب من أو انشق عن حزب المحافظين بنظره حزب المحافظين أصبح حزبا يساريا ولا يدافع. قال هذا الكلام، قال أعتقد something إنه الconservative are the new liberals or something like this. يعني وبالتالي هو يريد أن يذهب إلى اليمين أكثر بكثير، خاصة اليمين القومي، اليمين العنصري إذا شئنا، أكثر بكثير من حزب المحافظين أو الأحزاب الأخرى. من هنا كما تفضل الدكتور نور وكما تفضلتم جميعا، هدفه هو سلخ جميع مكونات المجتمع الكندي من هوياتهم ومن جذورهم ومن ثقافتهم ومن وضمهم تحت، يعني تماما الذي حاول أن يفعله قانون الشؤون الهندية بتجريد السكان الأصليين من ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم لإعطائهم الجنسية الكندية. هذا ما حاول أن يقوم به أو ما أراد أن يقوم به بيرنيه، هو تجريد الجميع من ثقافاتهم ليحصلوا على الجنسية الكندية أو ليمارسوا حقوقهم ككنديين. يعني أهم من تجريب الثقافي، يعني الجزء كبير من العنصرية كان أنه عندما تحصل على شهادة مثلا تصبح محاميا أو طبيبا عليك أن تتخلى عن وضعك بالنسبة للإنديان أكت، وهذا يعني بحد ذاته عنصري بحت. يعني ليس عليك أن تتخلى، تسحب منك. طبعا. يعني عندما تتخرج من الجامعة أوتوماتيك تسحب منك جنسيتك أو هويتك كمواطن أصلي من السكان الأصليين. طيب. يعني هنالك خيارات، الآن هنالك الخيار، وقتها لم يكن هنالك خيار.
أنا عشان الوقت، لأنه في جمهور عنده أسئلة كثيرة ومهمة بدنا نعطيهم وقت، خلينا نتكلم عن المعاهدات المرقمة أو الرقمية، وهاي يمكن تاريخها بيجي قبل الانديان اكس، فلو تحكوا لنا شوي عنها لأنها كثير بنسمعها في الأخبار. أستاذ حسن معك، تفضل. هاي المعاهدات، حصلت معاهدات ما بين، كما قلنا في العام 1763 عندما بدأ الإعلان الملكي بعد حرب السنين الستة عندما انتصرت بريطانيا، من وقتها أصبحوا يعني هذا من القرن الثامن عشر، مولا ليس التاسع عشر، الثامن عشر، 1700 بدأوا يتعاملون مع السكان الأصليين ويجرون معاهدات. ولكن كما تفضل الدكتور نور، عندما يتم التفاوض ما بين فيل ونملة، نعرف من الذي سينتصر. يعني كانت كل القوة والسلاح والاقتصاد والكل بيد التاج البريطاني، ويتفاوض مع السكان الأصليين. يعني إذا ممكن بالإضافة بهذا البطمار، أنه بال 1755 يعني كان شمال أمريكا في محاولة للسيطرة عليه بين الفرنسيين والإنجليز، وكان هنالك حرب لمدة 7 سنوات. أيوة. وحتى يسيطر كل من الفريقين على أرض كان بحاجة إلى السكان الأصليين، فكان الفرنسيين يحاولون أن يكون لديهم حلفاء من السكان الأصليين، والبريطانيين يحاولون أن يكون لديهم حلفاء من السكان الأصليين، وجاء انبثاق المعاهدات على هذا الاتفاق. ويعني الانديان ديبارتمنت كوزارة في كندا جاءت على خلفية اتفاق الفريقين الفرنسي والإنجليزي بعد الحرب السنين السبع. وهذا الحرب، يعني كل ما قاله الدكتور نور صحيح، ولكن إضافة هي حرب السنين، كان هناك صراع ما بين القوتين الاستعماريتين هنا، إنجلترا وفرنسا. ولكن حرب السنين السبع كانت على مدار قارات ثلاث، يعني لم تكن فقط في أمريكا الشمالية، كانت في أمريكا وفي الهند وفي أوروبا. وهذه كانت فرنسا من طرف وإنجلترا من طرف، ولكن لكل منهما حلفاء. حتى هنالك من يقول أن حرب السنين السبعة كانت هي أول حرب عالمية قبل الحرب العالمية الأولى، وبخسارة فرنسا خسرت مستعمراتها هنا، وسيطرت بريطانيا وورثت هذه المعاهدات ومع السكان الأصليين هنا، ورثتهم كندا من بريطانيا. لا، بريطانيا ورثت عن فرنسا. أوكي. ومن ثم كندا ورثت عن بريطانيا. وما زالت مستمرة هاي المعاهدات أم؟ لا تزال مستمرة، يجري عليها تعديل من وقت لآخر، كما أشرت أنه في الاحتفالات يقال هذه أرض غير متنازل عنها وفي كذا، لأن هنا المعاهدات لا تشمل جميع الأراضي، يتم التفاوض. يعني مثلا أعطيك مثل بسيط، عندما بناء السد بي جيمس بي هنا في كيبك مثلا، كانت هنالك مفاوضات ما بين حكومة كيبك والسكان الأصليين، وكانت مفاوضات دامت وقتا طويلا، وقت ريني ليفيك رئيس الوزراء في ذلك الوقت تحدث عن لابي دي براف، سلام الأقوياء أو سلام الشجعان، سلام الشجعان. يعني حتى الآن عندما يكون هنالك مشروع مثلا خطوط حديدية، مشروع خطوط سريعة، مشروع كهرباء، أنابيب نفط، أنابيب نفط، إذا توصل الاتفاق توصل الاتفاق، وإذا لم يتوصل الاتفاق قد يلجأ الطرف الأضعف، كما حصل في قطع الطرق وقطع المواصلات قبل الجائحة بسبب أنابيب النفط في الغرب. نعم. طيب، يعني هذا الموضوع طبعا بدنا نأخذ شوية أسئلة، مع أنه مش كلها بس في عندي بس سؤال سريع. من الأشياء اللي برضو الاختراقات اللي صارت الكبيرة في تاريخ الكندي والعهود والبناء بين القبائل، وهاي
يمكن القصة اللي مش معروفة كتير اللي هي الهاتسونز باي كومباني اللي صارت بال 1700 واختراقهم لأراضي للسكان الأصليين وصيد البيفرز أعتقد. يعني القصة طويلة وعملوا عنها مسلسل كامل. كنت تفاجأت بقديش كانت يعني الحكومة مغطرشة أو سألانة، وكانت الهاتسون باي بتتصرف زي كأنها أرضها واعتدت على كثير من السكان الأصليين في 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 أرضهم وفي كذا، وكان الأمر ماشي عادي يعني. فكانت هاي واحدة من القصص اللي فاجأتني برضو في التاريخ الكندي. حتى القانون نفسه الذي نتحدث عن قانون الشؤون الهندية كان يعطي الحق للحكومة الكندية باقتطاع أراضي بإسكان داخل المحمية، داخل الأراضي الهندية، داخل محميات أراضي لتعطيها للسكان الجدد. بس هذه الحكومة هاي كانت شركة خاصة، يعني هاي كانت شركة خاصة مش حكومة، ومع ذلك ما حدا كان يحكي معاها وتسرق أراضي وتنافس السكان الأصليين في صيدهم وتنافسهم في أراضي، وما كان حدا يحكي. يعني المسلسل نسيت إيش اسمه بس موجود على موجود يعني على التلفزيون في محطة التاريخ أعتقد History Channel أو something. المسلسل فاجأني، صدمني كتير بصراحة، إنه هاتسونز باي كومباني اللي هلأ معروفة كتير يعني حدش بيعرف كتير عن تاريخها الأسود يعني. فأنا بنصح الناس إنهم يقرأوا عن القصة ويشافوها يعني. هذه الشركات الكبيرة هي أكثر يعني موضوعة حتى الآن يعني، وفي كل دول العالم تحاول أن تسيطر من خلال اللوبينج يعني، والشركات الكبيرة قد تختصر الكثير من الحكومات يعني. كما كدليل على ما يقول الدكتور نور، استعمار بريطانيا للهند كان عن طريق خاصة، وشركة البهارات وشركة الشاي يعني الشركات الخاصة كانت كما حصل في العراق مؤخرا، كانت بعض الشركات الأمن ومن غير الأمن وكذا كانت هي تقوم بأدوار الحكومة تريدها ولكن لا تستطيع القيام بها. صحيح. وحتى تفضل دكتور هشام تقول أن التاريخ لا يعرف التاريخ الأسود لهذه الشركات، ليس فقط شركات، حتى الحكومات الآن نتغنى كثيرا بالديمقراطية الأمريكية والحلم الأمريكي والآباء المؤسسين في الولايات المتحدة، كان العديد منهم من ملاك العبيد كندا، نتغنى الآن بكندا دولة الحرية ودولة المساواة، كما عرفنا أن الآن السكان الأصليين يحاولون، أولا كانت محاولات قسم منها كان ناجحا وغيرها لم يكن ناجحا حتى الآن، تغيير أسماء جسور وحدائق عامة ومرافق عامة من أسماء هؤلاء السياسيين القدماء الذين عندهم تاريخ عنصري، يتم تغيير هذه الأسماء. وكانت المحاولة الأخيرة بإنزال تمثال ماكدونالد في موريال يعني. الآن الناس تحاول بناء على التقدم العلمي والحريات وإعادة، لا أقول إعادة كتابة التاريخ، ولكن إعادة إنصاف من ظلمه التاريخ. وأتوقع نفس الحركة الآن بتقوم في الولايات المتحدة بالنسبة لواشنطن. طيب خلينا نأخذ أسئلة الجمهور. هل السكان الأصليين الآن متعلمين في الوقت الحاضر أم يريدونهم أن يبقوا متأخرين وجهلاء؟ دكتور نور زتهم. يعني هنالك الكثير من أبناء الجاليات في السكان الأصليين أو الأساس في البلد هم متعلمون جدا ومحافظون على حضارتهم. البعض منهم هم موجودون في مجلس النواب، مثلا روميو ساجناش كان نائب في البرلمان الكندي حتى الانتخابات الماضية، روبرت فالكوم ولات كان نائب من وينيبيغ وهو من السكان الأصليين ودكتور، أيضا موري سينكلير هو عضو في مجلس الشيوخ الذي استقال مؤخرا، جودي ويلسون ريبولد التي كانت نائب في البرلمان ووزيرة وهي محامية قديرة، وأختها الأكبر كوري ويلسون كنت قدمتها بأحد البرامج أو البانلز مؤخرا، هي محامية كبيرة وأستاذة جامعية
ليا غزان اليوم هي نائب في البرلمان من بونابيك. الكثير من أبناء السكان الأصليين تعلموا وتقدموا في إنجازاتهم. تعقيبا على ما سمعنا من الدكتور نور، طبعا هنالك الكثيرون من السكان الأصليين الذين يسعون ونجحوا في مضامير شتى، ولكن النظام لا يساعدهم. يعني الذي يصل، الذي ولد وفي فمه ملعقة ذهبية كما يقال، وصوله أسهل من المواطن العادي، وما بالك من المواطن المسحوق ومهدور الحقوق كالسكان الأصليين الذي يستطيع أن ينجح ويتفوق من بين السكان الأصليين. يعني يجب أن يكون فعلا من العباقرة. للأسف هذا الذي يحصل، يكافح كثيرا، يعني قبل أن يكافح لينجح في المدرسة عليه أن يكافح في أمور كثيرة. هذا إذا كانت المدرسة جيدة كمان، هذا السؤال. إذا كان هنالك مدرسة صحيح. فيما مضى كان عليهم أن يخرجوا من محمياتهم ليتعلموا في الخارج، وكان وعندما يخرجون يتعلمون كانت توضع العقبات أمامهم حتى يستطيعون العودة، وكان من يتخرج من الجامعة تلقائيا يخسر انتماءه إلى بيئته. يعني كانت عندما نتحدث عن العنصرية الممنهجة، هذه كانت أكثر من ممنهجة، كانت بالقانون يعني. ولكن هذا لا نستطيع، أنهم هم يريدون، لا أذكر من الأخت أو الأخ الذي كتب، أن هل هم يريدون أن يبقوا متأخرين، هم يريدونهم طبعا. لا عفوا، أسحب كلمتي، فكرت أنهم هم يريدون، هم لا يريدون أن يبقوا متأخرين، ولكن النظام كما كان حتى العصر الحديث، حتى منذ فترة قصيرة، كل القوانين كانت تقف عقبة في طريقهم، إضافة إلى القوانين الممارسات التي لا تزال حتى الآن. يعني سمعنا باختطاف النساء واغتصاب النساء، وبعض في بعض الأحيان قتل النساء من السكان الأصليين. يعني ظروفهم لا تساعد، ولكنهم يحاولون، ونأمل أن يستطيعوا الحصول على حريتهم وحقوقهم كغيرهم من المواطنين. كثير بس قبل لأنه هاي في دراسة عملت قبل فترة عن طريق تطبيقات الـ AI والماشين ليرنينج، هذا الشيء بتسموه الانهيرتد بروفرتي، يعني الأقليات اللي بتيجي وبتجيب أولادها أحياناً وكذا، حتى من غير من السكان الأصليين أو من غيرهم، وبتعيش بفقر حالة معينة، بتضل بتورث الفقر لأولادها، فما بيصير عندها فرص للأولاد أو الأجيال الثانية أنها تتعلم أو تصير لها إشي. وطبعاً الهنود السكان الأصليين عم بتمارس ضدهم هذا لمئات من السنين، فحتى محاولتهم للخروج صعبة جدا. يعني إذا بده واحد من السكان الأصليين يخرج ويصير يتعلم، أصعب بعشر مرات من مواطن كندي أوروبي، أو حتى من المهاجرين الجدد اللي بيجوا، اللي بيكون قدامهم فرص أكتر، لأنهم عايشين من في قرون في إشي اللي بنسميه inherited poverty أو الفقر المتوارث. بس حبيت أحكي يعني إضافة على هذا الكلام، هنالك مؤسسة في أونتاريو تدعى Colors of Poverty، واللي هي تقوم ببحوث مع جمعيات ومؤسسات عن حالات الفقر في أونتاريو. على رأس اللائحة يأتي أبناء الجالية العربية والسود والأبوريجينالز أو الفيرست نيشنز، يعني وهذا يعني إن دل على شيء فإنه يدل على أنه هذه الفقر المتوارث موجود دائما. وإذا أتيت أنت بشخص فقير ولم تعطيه الفرص ليتقدم، أو وضعت أمامه حواجز كثيرة، لا يمكن له أن يتقدم. وفي حالات مثل أيامنا هذه جائحة الكورونا، تأتي المفاعيل السلبية أكثر على هذه الجاليات،
من ذوي الفقر المتوارث. يعني جائحة كورونا أثرت أكثر فأكثر في كندا على الأناس الغير مؤمنين صحيا وتعليميا وماديا وغذائيا، وكان السكان الأصليين وأبناء الجالية العربية أو كثر منهم وأبناء الجالية السوداء والسمراء في نفس الخانة. يا أخي نعطي مثل بسيط، مثلا في هذه الجائحة التعليم عن بعد، مثلا بما أن المدارس والجامعات وكذا لا تستطيع الحضور التعليم من خلال الحضور، هنالك التعليم عن بعد. طيب الذي ليس عنده كمبيوتر في البيت مثلا، الذي ليس عنده الكهرباء، الذي ليس عنده الواي فاي، كيف بإمكاني أن يتعلم يعني؟ طيب. يعني هذه الفرق الفقر الموروث في كثير من الأحيان يورث أيضا. نعم. طيب في سؤال كان مهم جدا، معلش نرجع له، وهو توقع يعني يمكن يكون يعني فعلا محوري ويمكن بده حلقة على الموضوع، لكن نحاول نختصره. حضرت الأخت هنا أكثر من ووركشوب على الموضوع، القصة مؤلمة، لكن دائما نتساءل كيف يمكننا كأفراد وجالية عربية نتفاعل معهم، ما هو الهدف الذي نطمح للوصول له؟ وأتوقع يعني هذا سؤال جميل. تفضل. يعني أنا بحكي من مجموعة خبرات في كندا مع أبناء الجالية العربية. أولا مهم جدا أن يكون لنا تفاعل مع أبناء السكان الأصليين، لأنه القاسم المشترك بيننا كجالية عربية وأبناء السكان الأصليين هو عالي جدا على جميع المستويات، إن من داخليا أو خارجيا. يعني مثلا عندنا نتكلم خارجيا عن القضية الفلسطينية وقضايا الفصل العنصري من الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نحن يعني أضاف أخي حسن اليوم أنه الفصل العنصري في جنوب أفريقيا جاء على قانون بناء على القانون الكندي الذي يفصل عنصريا ضد السكان الأصليين. هناك تقارب كبير، ونحن نطرح هذا الشيء دائما في السياسة الكندية، أن الفلسطينيين في فلسطين هم السكان الأصليين. They are the indigenous people. By the way، سؤال من هيفا، هل يمكن المقارنة بين سلب كندا للسكان الأصليين وسلب فلسطين من قبل الصهاينة؟ هنالك تقاربات كثيرة، يعني السكان الأصليين هنا وهناك، ولذلك علينا أن نعزز مواقفنا على المستوى الدولي في هذا النطاق. دعمنا للسكان الأصليين هو دعم كامل على الجهة الأخرى، يعني واللوبي الإسرائيلي في كندا يخاف من هذا الشيء، يعني يخاف من طرح هذا الشيء. أطرح موضوع مؤخرا حصل وقت التصويت على دعم الأونروا في الأمم المتحدة، كان أبناء اللوبي الإسرائيلي يطرحون حذف بعض الصفحات من التعليم في مناهج، هذا كلام للنواب. الطرح المقابل جاء أنه في كندا هنالك كلام عن عنصرية قامت ضد السكان الأصليين، ولا لا نحذف هذه الأمور من المناهج الكندية. هذا الكلام أغضب اثنين من النواب داعمين اللوبي الإسرائيلي، بالتحديد أنتوني هاوس فاذر ومايكل ليفيت، وكان طرحهم مع مندوبة الأونروا أنه عليك أن لا تطرحي هذا الشيء مع أي من النواب، وكان سلاح ذو حدين، ونحن تمسكنا بهذا الشيء أنه موضوع السكان الأصليين ومعاملتهم هو رابح على مستوى الدولي، وعلاقتنا الوثيقة معهم قد تأتي بمقاربة يعني دقيقة
ميسون تكتب مقاربة دقيقة جدا، وهذا صحيح جدا 100%. على المستوى الداخلي في كندا، السكان الأصليين لديهم الكثير من المشاكل التي يعاني منها أبناء الجاليات العربية. يعني موضوع الفقر، الممنهج يعني الموضوع الفقر، موضوع البطالة، موضوع العنصرية في من البوليس والجهات الأمنية، الوجود في السجون التعليم، يعني في على المقاربة يعني كبيرة، والقاسم المشترك كبير جدا. وإذا تحالفنا مع أبناء دكتور نور، بس أحكي شغلة بسيطة، لأنه أنت كلامك اللي قلته، أنا بعرف كتير ناس من السكان الأصليين، وتعرفت مؤخرا على واحدة منهم، وكانت تقول لي إنها هي اللي قالت لي إنها واقفة مع قضية الشعب الفلسطيني. إنها قالت لي أنا حاسس إنهم الشعب الفلسطيني أكثر ناس بيحسوا بمشكلتنا، لأنهم حاسين إنهم مواطنين درجة تانية على أرضهم. فيعني يمكن هذا بلخص إن كل المعاملة كأنك عم بتعاملهم مواطنين درجة تانية وهي أرضهم الأصلية. يعني هذه الشغلة اللي هي حكت لي إياها، يعني هي كانت ليها بلسانها في هذا الموضوع. صحيح جدا هذا الكلام. وجزء من هذه المقاربة يعني كان طرحها الدكتور أحمد الطيبي وقت اللي إجا لكندا وتكلم مع برلمانيين كنديين، وكان بالتحضير لإعادة وضع كندا بالستاين بارلمنتري فرنشيب جروب على الخارطة. بخطابه طرح هذا الكلام إنه we the Palestinians are the indigenous people، يعني نحن السكان الأصليين في فلسطين. أغلب الناس في الكيان الإسرائيلي عندهم جنسيتين، إسرائيلي وأوروبي أو أي دولة تانية، إلا الفلسطينيين عندهم إلا جنسية إسرائيلية، ولي مثلا في أراضي 48 هم السكان الأصليين. أما بالعودة إلى كندا، فالقاسم المشترك كما أشرت هو أساسي جدا. يعني تأثرنا أكثر شيء في موضوع جائحة كورونا، بمواضيع البطالة، بمواضيع الفقر، بموضوع العنصرية الممنهجة، بمواضيع السجون، يعني واللائحة تطول. ولذلك أي تقارب مع أبناء السكان الأصليين هو نافع للجهتين مع بعض. ونحن في الاتحاد العربي الكندي على تماس مع الأسامبلي أوف First Nations، ونلتقي في مع أكثر من مجموعة أخرى مثل البلاك كنديان كلينيك وتشينيز كنديان كلينيك والكثير من المهاجرين الجدد والسكان الأصليين، الذي لدينا قاسم مشترك على هذه الأمور التي علينا أن نعمل جاهدين. وقد يأخذ الوقت جيلا كاملا حتى نحصل على حقوقنا كاملة. نعم، تفضل أستاذ حسن، بس المايك لو سمحت. أنميوت. إضافة لما قاله الدكتور نور ركز على النواحي العملية، وهذا أمر مهم جدا، أنهم يستفيدون من هذه العلاقة ونحن نستفيد من هذه العلاقة. ولكن هناك أمر آخر مهم جدا ليس بأقل أهمية، ألا وهو الجانب الأخلاقي. أخلاقيا هي قضية عادلة، وعلينا أن نقف مع العدالة أينما كانت. يعني هذه من قيمنا كعرب، كمسلمين، كبشر، كأعضاء في هذه الإنسانية. عندما تكون في الشارع وترى شخصا صدمته سيارة، عندما تأتي لتساعده لا تقول ماذا أستفيد، مباشرة تذهب لتغيث الملهوف. فالمسألة الأخلاقية يجب عدم الاستهانة بها، ولكن إضافة إلى ذلك هي تفيد الطرفين كما قال الدكتور نور. الدكتور نور ركز على القضايا الكثيرة وليست بالقليلة، من كما يقولون التشابه بين وضعنا كجالية عربية ووضع السكان الأصليين. هنالك ناحية وضعنا يختلف، ولكن كنتيجة
هو مماثل ألا وهو نسبة المتعلمين الجامعيين في جاليتنا. بسبب أوضاعنا الكثيرون منا وكلنا الأربعة الموجودون على هنا دليل على هذا، أتينا من بلادنا الأصلية وعندنا شهادات جامعية وعندنا كذا وتعلمنا. السكان الأصليين كما قلنا سابقا في الإجابة على سؤال سابق لم تفسح لهم هذه المجالات للتعلم. هناك متعلمون ولكن كنسبة مئوية، أتصور عن نسبة الجامعيين، نسبة المئوية للجامعيين عند السكان الأصليين أقل كثيرا من النسبة من نسبة الجامعيين في صفوف الجالية العربية. ولكن بسبب العنصرية الممنهجة وعدم الاعتراف وكما يقولون بالكفاءات والشهادات وعدم المعادلات الشهادات من الخارج، تصبح النتيجة واحدة. نعم، يعني بتصبح يس. يعني نعم. احنا اتوقع انه الوقت تقريبا داهمنا. في سؤال مهم من هيفا، أتوقع ممكن نتكلم عنه في الحلقة القادمة، بعض الطقوس والعادات والتقاليد واللغات والدين. حترك المايك في آخر دقائق لكل واحد إذا حابب يضيف أي شيء، خاصة يعني الموضوع كان فعلا مهم اليوم، نعرف شو هو الانديان آكت، نعرف شو هدفنا كجالية عربية بتفهم وضع الانديجينس في كندا ونورث أمريكا بشكل عام. أترك المايك أول شيء للدكتور نور، تفضل دكتور. يعني باعتقادي أنه مهم جدا أنه نطرح مواضيع العادات أبناء الجاليات أو السكان الأصليين بالريزيرفز عندهم، قوانينهم هم العمل، أنه عندهم ماتيرنال سوسايتي، المرأة هي عندها دور كبير في إدارة شؤون البيت والمجموعة ككل، وهذا شيء متقدم وعلينا أن نشير إليه. معاناتهم تاريخيا، موضوع الريزيدنشال سكولز مهم جدا، يعني اعتقادي أنه يكون في طرح أكبر لمعالجة هذه المشكلة، لأن ما زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن. وأريد أن نشير إلى ما أشار إليه الأستاذ حسن مؤخرا، يعني علينا أن لا نغفل أنه هذا الموضوع هو موضوع أخلاقي بحت، وعلينا أن نقف مع العدالة أيا كانت، وحتى يعني نتطلع أو نطلع إلى الدور الذي نقوم فيه كبشر أولاً، ومن ثم من أبناء مظلومية واحدة، كون القاسم المشترك كبير جداً. نعم، أستاذ حسن تفضل. لن أضيف الكثير، أؤكد ما قال الدكتور نور. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتحدث عن الأمور التراثية، اللغوية، الثقافية، الطقوس، المسائل الروحية عندهم. لا أعرف إن كنا بإمكاننا أن نقول الدينية أو الروحية، لأنهم عندهم أديان غير تقليدية. نعم. هناك كثيرون منهم الذين تنصروا طبعا تحت ضغط الأوروبيين وسنتحدث عن هذا. كثيرون منهم يتبعون الديانات المسيحية، ولكن كثيرون منهم لا يزالون يتبعون طقوس روحانية، ولكن لا تتبع كنيسة أو لا تتبع دين معين. يعني بإمكاننا أن نسلط الضوء على هذا. واللغات، عندما نقول سكان أصليون كثيرون منا يتصورون أنهم هم شعب واحد، لغة واحدة، تاريخ، وهذا غير صحيح. يعني يجب أن نتحدث عن كل هذه الأمور الثقافية، لأنها مهمة جدا، حتى على الأقل بالحديث معهم أو بالحديث عنهم، يعني بالحديث معهم أو بالحديث عنهم، على الأقل نعرف ماذا نقول، نعرف عما نتحدث. صحيح. دكتور هشام. أنا بس حابب طبعا أشكر ضيوفنا على الأستاذ حسن والدكتور نور على الحضور، وطبعا كلام أهمية الموضوع. حابب أعلق بس شغلة عن
أخيرا بالنسبة للموضوع اللي ذكرناه اللي هو موضوع برضو الفقر المتوارث اللي هو موجود عند كتير أقليات مش بس عند السكان الأصليين بس موجود زي ما حكينا كتير عند السكان الأصليين، وعم بتقول دائما إنه بيحاول يساعدوهم والدولة بتعطي فلوس، وحتى هلا بالكورونا الناس اللي فقدت أشغالها من هاي الأقليات بقول لك بعطوهم السرب وشي بس تاني شوي رح تخلص. أنا أعتقد إنه إحنا لا يعني المنظور الإعطاء هذا لازم يتغير، لازم يمشي زي ما في مثل إنجليزي بقول أعطي سمكة لإنسان بتشبعه يوم، بس على المو يصيد بتشبعه كل يوم. فإحنا المفروض نظرتنا إجابة هذا الصيني مش الهندي مش الإنجليزي. بس مفروض صح أنت أساسا أنت ربيب الصينيين صح. أنا بس أنا بعرفه بالإنجليزي ما بعرفش صراحة أصله، بس المهم بما معنى إحنا حتى عندنا في العربي بيقول لك ما تأكلني علمني أزرع، يعني عندنا نفس الـ بس أنا حبيت أذكر لأنه هذا المعروف في الغرب يعني، بس إحنا حتى عندنا بالعرب بيقول لك ما تجيب لي ما تعطيني أكل علمني كيف أزرع، فلازم ما نعطي الأكل نعلمهم كيف يزرعوا، ما نعطي السمك نعلمه كيف يصيد، لحتى نخلص السكان الأصليين والأقليات الثانية اللي صارت بتتوارث هذا الفقر، بدل ما نشيل لهم نعطيكم مساعدات من الدولة عندك والفير عندك إشي، لا علمني كيف أنا أبني، أعطيني فرصة إني أكون فرد في هذا المجتمع. وهذا الإشي لازم كلياتنا كأقليات نوقف مع بعض، وبالذات مع السكان الأصليين اللي انظلموا لا مش 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 عشر مئات السنين حتى اللي هم بنظلموا، كلياتنا نكون إيد واحدة لحتى نوصل لهذا الشيء، ويكون لنا يكون إحساسنا عن جد في هاي البلد كمواطنين وكأعضاء فعالين، مش بس كمواطنين كأعضاء فعالين، وعارفين إنه قدامنا راح تكون فرصة زينا زي غيرنا بغض النظر عن لوننا عن أصلنا عن وين مكان، وإذا بنساعد السكان الأصليين بنكون بنفس الوقت بنساعد نفسنا، يعني هذا الشيء بينعكس على الجميع. أنا هاي اللي حبيت بس أقوله في نهاية الحلقة. أنا في النهاية حابب أذكر الجميع إنه إحنا بنحاول نأخذ سلسلة أمور ونتكلم فيها بشكل ممنهج وشكل صحيح شكل علمي. بدأنا بعدة أمور منها السياسة الكندية، وبعدين دخلنا في السياسة الفيدرالية، بعدين السياسة البروفينشال، والآن عم نتكلم عن قضية مهمة جدا وحساسة وهي السكان الأصليين. طبعا الموضوع لن ينتهي بحلقة أو حلقتين أو ثلاث أو أربع، في عنا كتير مواضيع لازم نكملها ونحكي فيها عشان نفهم القضية من كل جوانبها. عشان هيك بذكر الجميع اللي حابب يحضر الحلقات الماضية عشان يفهم عن إيش بنتكلم أو عن السلسلة هاي كيف بتكون، يروح على قناة اليوتيوب تبعت كنار تي في لايف، كلمة واحدة كنار تي في لايف، يضغط في الأعلى على بلاي ليست راح يلاقي قضايا كندية، وممكن من هناك يطلع على الحلقات الماضية على وقته إن شاء الله. أنا مرة تانية بدي أشكر دكتور نور دكتور الأستاذ حسن والدكتور هشام على الإثراء اللي أعطونا إياه في هذه الحلقة. بدي أشكر جميع المشاهدين اللي علقوا وسألوا، وفعلا في تفاعل كبير على هذه الحلقات، وهذا بدفعنا إلى الأمام إن شاء الله أن نكمل. أستاذ حسن تفضل. من باب التفاعل دكتور جمال، آسف على الشغل، بما أنه هناك تفاعل كبير ولله الحمد، ونحن برنامج كما يقال منكم وحيكم، أرجو المشاهدين والمستمعين من إذا كان هنالك أي موضوع تتصور أنه قد يكون من الأهمية بأن نتطرق إليه بعد هذا الكلام عن السكان الأصليين قد نتطرق إليه، يعني نحن الذي يهمنا من هذا البرنامج ككل هو تبادل الأفكار وتبادل الخبرات. نعم مرة ثانية دكتور جمال تتسيت تقول الكلمة النهائية شير تشيروا لايك تلايكو سبسكرايب تعملوا وتدوسوا على الجرس. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، وإن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. على خير.